يعطيكم العافية. طبعا نحن هلا حنرجع نفوت على الجلسة المسائية تناقش مجموعة قوانين من أهم قانونين، قانون القنب وترخيص القنب بالأسباب الصناعية أو الاستشفائية أو الدوائية، واللي حنبحثه بالتفاصيل. أنا شخصيا مع المبدأ ولكن عندي مجموعة ملاحظات على القوانين. والموضوع الثاني والأهم هو موضوع العفو العام. بموضوع العفو العام وبعيدا عن الاستثمار الطائفي اللي لسوء الحظ اليوم شفناه بأوج أموره، لازم نحن كلبنانيين نجتمع على اللي مفروض يجمعنا. لازم أولا نجتمع على أنه في بالسجون اليوم ناس مظلومين، مش واحد واثنين، كمية كبيرة من الناس المظلومين اللي هن اليوم موقوفين بدون ما يكون في محاكمات بحقهم، يلي هن صار لهم سنين بالسجون نتيجة البطء بالمحاكمات. صار عدد أو الوقت اللي بقيوا فيه بالسجون أكثر من أقصى حدود الأحكام الممكن تطلع بحقهم. في اكتظاظ بالسجون اللي مع وضع الكورونا عم بيشكل خطر على حياة وعلى صحة المساجين. وفي كمان عشرات الآلاف تم أقول أكثر من المذكرات التوقيف، من بلاغات بحث التحري. وهيدا الموضوع أكيد بده مقاربة، بده معالجة، واللي ما بده يعترف بهذا الواقع ما بيكون عم يعترف بالحقيقة. ولكن بنفس الوقت ما فينا ننطلق من هذا الواقع، من هذا الظلم اللي عم بيطال كتار من الناس، تنركب على ظهره مثل ما النصائر لسوء الحظ باقتراحات القوانين اللي مقدمة واللي بدنا نناقشها من يعني اقتراحين قانون. ما فينا ننطلق من هذا الواقع تاع على ظهر البيعة نعفي كليا أو جزئيا عن تجار مخدرات عم بيبيعوا للربح مخدرات لأولادنا وعم بيدمروا مجتمعنا، أو لناس فايتين إرهابيين فايتين بعمليات إرهابية وتعدوا على جيشنا اللبناني، أو لناس عم بيسرقوا المال العام. ما فينا بنفس الوقت نقول بدنا نسترجع الأموال المنهوبة، ونقول بنفس الوقت بدنا نعفي عن يلي سارقين أو مهربين مال عن الدولة اللبنانية. انطلاقا من هالسببين، الاعتراف بأنه في ظلم، ومن جهة تانية عدم قبول بالمطلق أنه العفو يطال المجرمين اللي مسوا بعمليات إرهاب أو بعمليات أمن دولة أو تجار المخدرات أو سارقين المال العام. قدمت اليوم الصبح اقتراح قانون معجل مكرر، بعتبره أساس لقانون حل. هو بنفس الوقت بيعالج عملية الظلم بدون ما يشكل أساس لعفو كلي أو جزئي، لأنه عملياً وقتها كمان عم نخفف من العقوبات بنكون عم نعمل عفو جزئي. فإذا من جهة منعترف أو منعالج الظلم بدون ما نروح ونعمل عفو للي ما بيستاهل العفو، للمجرمين والسرقين وتجار المخدرات. قدمت قانون عفو، بتمنى انه هلأ نناقشه ونفوته بالنقاش، او على الاقل ناخد كل شيء على اللجنة او على لجنة مختصة تناقش معالجة هيدا الموضوع، انطلاقا من انه هالعفو ما بيشمل الا المخالفات والجنح اللي ما بتطال المال العام، وبموضوع المخدرات ما بتطال الا المستهلك والمروج لاسباب غير تجارية، يعني اكيد مش التجار المروج، يعني اللي عم بيعطي لاصحابه بسهرة. أو نحصر العفو بهالحالات، وبنفس الوقت نطالب القضاء ووزيرة العدل أنه يسرعوا بالمحاكمات للي ما طالن العفو. بعتبر أنه هيدا الأساس المفروض يجمعنا. مش مقبول أنه ما نعترف بالظلم، ولكن كمان مش مقبول أنه نعفي عن تجار المخدرات، أنه نعفي عن سرقين المال العام، أنه نعفي عن اللي تعدى أو قتل ضباط أو عسكر بجيشنا وبقوانا الأمنية. اقتراحي عملياً الاقتراحين المقدمين على اختلافهم، لأنه طبعاً في نقاط، بس بالأساس عم بيعفوا أو كلياً أو جزئياً حتى على اللي تجار المخدرات
او يلي سارق المال العام او يلي تعدى على الجيش اللبناني. اقتراح العفو تبعي بيقتصر فقط على المخالفات والجنح اللي ما بتطال المال العام. يعني مثلا تهريب ضريبة هو جنحة، ولكن تهريب ضريبة هو تعدي او عمليا سرقة مال عام، هيدا ما لازم ينعفى. اثنين، بكل الجرائم نحن الاقتراح تبعي ما نفيد بالجرائم يعني بالجنايات باستثناء الترويج، الترويج لاسباب غير تجارية يعني غير الاتجار. يعني انا حاصرها بهالثلاث شغلات فقط، يعني المخالفات والجنح اللي ما بتطال المال العام والترويج وفقط لا غير، بدون ما يكون في اي تخفيض بالعقوبات. فاذا منكون عمليا عالجنا عملية الظلم بدون ما تتحول الى صفقة انتخابية على حساب مبدأ العقاب، على حساب القانون، على حساب الاخلاق، وعلى حساب صحة مجتمعنا. يخليكم، يعطيكم الف عافية.